الأخبار من ATV العدالة وفيها: سمو الأمير يؤكد أهمية التعاون البناء بين السلطتين لتعزيز دولة المؤسسات. الطبطبائي يستجوب بوشهري حول التراخي في تطبيق القانون وإهدار المال العام ومخالفة الدستور وعرقلة المشاريع التنموية وإساءة استخدام السلطة. نواب نقلوا عن الجبر تشكيل لجنة تحقيق في الحفل الراقص. ومن العناوين إلى التفاصيل: استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء الشعبة البرلمانية المشاركين في أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي 141 الذي عقد في العاصمة بلغراد بجمهورية صربيا، وقد زودهم سموه بتوجيهاته السامية وحثهم على المساهمة في تعزيز أمن واستقرار الوطن العزيز من خلال العمل كأسرة واحدة وأخذ العبر والدروس حول ما يجري في دول المنطقة، مؤكدا سموه لهم ضرورة استذكار النعم التي من الله سبحانه وتعالى بها على وطننا والعمل على دعم مكانة دولة الكويت التي تحظى باحترام وتقدير دول العالم. وأعرب سموه عن أهمية التعاون البناء بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز دولة المؤسسات وسيادة القانون، وذلك في إطار التمسك بالدستور والنهج الديمقراطي الذي تورثه أهل الكويت وجبلوا عليه بما يكفل حرية النقد والتعبير في إطار القانون. أشار رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم إلى ما تناولته توجيهات سموه خلال لقائه اليوم عددا من النواب بشأن ضرورة الانتباه إلى الأوضاع الإقليمية والأخطار الخارجية والوحدة والتلاحم لمواجهة هذه الأخطار. كنا يعني جميعا فرحين بلقاء صاحب السمو وبالاستماع لتوجيهاته الشاملة والتي ركزت على بعض الأمور المهمة، منها ضرورة الانتباه للأوضاع الإقليمية والأخطار الخارجية وضرورة التحلي بروح المسؤولية وفهم الدستور على حقيقته كما وضعه هو والآباء الأوائل من حسن استخدام الأدوات الدستورية. وأيضا أكد سموه على ضرورة الوحدة والتلاحم لمواجهة هذه الأخطار وهذه التحديات، وحقيقة كان لقاء ممتاز تشرفنا فيه بوجود سموه، وأيضا تم تقديم شرح لبعض الأوضاع المحلية من قبلنا والأخوة النواب. من جهة أخرى، أعلن الغانم عن تقدم النائب عمر الطبطبائي باستجواب إلى وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، مبينا أنه وفق المادة 135 من الدستور سوف يدرج في أول جلسة مقبلة وهي جلسة 29 من الشهر الجاري. أيضا أود أن أخبركم بأن تقدم الأخ الفاضل النائب عمر الطبطبائي باستجواب للأخت الفاضلة وزير الإسكان ووزير الأشغال. الاستجواب مكون من 5 محاور وأشرت عليه اليوم وفق الأطر الدستورية ووفق المادة 135 من الدستور، سيدرج في أول جلسة قادمة وهي جلسة 29، وكذلك تم إبلاغ الأخت الوزير بهذا الاستجواب. وكان النائب عمر الطبطبائي أعلن تقديمه استجوابا إلى وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري، يتكون من 5 محاور. وأكد الطبطبائي تدرجه في استخدام الأدوات الدستورية لمساءلة وزيرة الأشغال، وأنه تقدم بحزمة من الأسئلة فاقت 23 سؤالا برلمانيا منذ أكتوبر 2017. هذا الاستجواب من 5 محاور. المحور الأول: التراخي في تطبيق القانون على الجهات المتعاقدة معها المؤسسة العامة للرعاية السكنية مما كبد الدولة خسائر فادحة، وذلك كله بفعل تقاعس الوزيرة عن الاضطلاع بمسؤولياتها للحفاظ على المال العام.
أما المحور الثاني إهدار المال العام والإضرار بمرفق حيوي من مرافق الدولة وعرقلة خطط الدولة في التنمية المستدامة، وهو موضوع المطار. وما أدراكه ما البلاوي بالمطار بالورق. المحور الثالث مخالفة أحكام المادتين 98 و 130 من الدستور والإخلال الجسيم بمصالح الدولة وحقوقها وعرقلة المشاريع التنموية. للأسف سمعة الكويت بيدكم، ضيعتوا سمعة الكويت بسبب سوء الإدارة وعدم اختيار الكفاءات بل ومحاربتهم وحاطين للمتردية والنطيحة. المحور الرابع إساءة استخدام السلطة والتعسف وإهدار حقوق الدولة التعاقدية في مشاريع وزارة الأشغال العامة بما يترتب عليه إهدار المال العام. أما المحور الخامس سوء إدارة الوزيرة لأزمة الطرق والإدلاء بمعلومات غير صحيحة أدت إلى تضليل الرأي العام. كشف النائب أحمد الفضل عن اجتماع بينه وجهاز حماية المنافسة حول أزمة الاحتكار في بعض المنتجات والصناعات، تم مناقشة بعض الأمور الهامة في هذا الصدد. وأشار الفضل إلى اقتراب موعد تعديل القانون الخاص بحماية المنافسة، مطالبا الشركات والمزودين بتعديل أوضاعهم وعدم التحايل على الدولة على حد تعبيره. احنا مكملين في هذا الطريق إلى الآخر. هناك ضبطية قضائية تمت كذلك يوم الأربعاء اللي فات، هناك ضبطيات قضائية ستتم الأسبوع القادم واتفقنا مع الأخوة. فإحنا رسالتنا لكم يا مزودين، القانون وسيتعدل والمسألة مسألة أشهر، وإحنا لا نريد صراعات مع أحد، لكن تريد أن تتحايل على الدولة لن نسمح لك. تبي تأخذ خبزتك وخبزة غيرك ما راح نسمح لك، وهذا الجهاز سيقوى لأن الله يعطيهم العافية القائمين على هذا الجهاز انفضوه وحاولوا أن يشغلونه بالحد الأقصى، لكن الماكينة 4 سلندر ماكو أكثر من كذي. الآن هذه فرصة للجميع أن يسوي أوضاعه، لأن بعد ما يتعدل القانون ترى ماكو رحمة لكم، ولن نرحم الجهاز الرحمكم. لذلك من الآن إلى أن يتم التعديلات وأنا كرئيس أولويات، وإذا أخذت رئاسة الأولويات في الدورة القادمة وخذيت حصلت على ثقة زملاء النواب، سيكون موضوع تعديل على قانون جهاز حماية المنافسة هو الأولوية. نقل أعضاء في مجلس الأمة عن وزير الأعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري تشكيله لجنة تحقيق عاجلة بشأن حفل راقص أقيم في البلاد الخميس الماضي، كما عبر نواب آخرون عن مواقفهم الرافضة لما جرى خلال الحفل، مطالبين باتخاذ الإجراءات حيال ما وصفوه بأنه سلوكيات دخيلة على المجتمع الكويتي ومخالفة للشريعة ومحاسبة المسؤولين، مؤكدين متابعتهم للإجراءات التي سيتخذها الوزير حيال ذلك الحدث. اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة إشهار 4 أندية شاملة جديدة. وقالت الهيئة عقب اجتماع مجلس الإدارة 9 إن الأندية التي تم إشهارها هي نادي السكب الرياضي لرياضات الفروسية، ونادي الكوت الرياضي لرياضات الفروسية، ونادي إنسباير الكويتي للسيارات والدراجات الألية، والنادي الكويتي للغوص والإنقاذ. وأشار البيان إلى أن مجلس الإدارة وافق على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للجنة الأولمبية الكويتية والمواد المعدلة بالنظام الأساسي لكل من نادي فتيات العيون ونادي سلوى الرياضية. نظم عدد من منتسبي وزارة الكهرباء والماء اعتصاما سلميا للمطالبة بإعادة صرف مكافأة الأعمال الطارئة أو بدل العيار. احنا اليوم اعتصامنا سلمي وجايين نطالب حق وظيفي اللي هي إعادة صرف بدل العيار اللي بلشت سنة 2002 ووقفوها من 1 أكتوبر 2017 على الموظفين الجدد، فهي تمشي من 2002 إلى 1 10 2017، واللي توظفوا بعد 1 10 2017 وقفت عليهم، فما يصير حنا موظفين
نفس المؤهل الدراسي، نفس الدرجة، نفس القسم، نفس الدوام، نفس طبيعة العمل. في تفرقة في المعاشات وفي تفرقة في البدلات بيننا، فهذا ظلم. وحنا نطالب من الوزير الدكتور خالد الفاضل انه يرد لنا حقوقنا، سواء من الديوان ولا من الوزارة ولا من شلون وقفوها. هي وقفت بالأساس عندهم هني بالوزارة، هم اللي طالبوا بتوقيفها. عددنا من 2250 موظف إلى 3500 موظف وموظفة بوزارة الكهرباء والماء بمختلف المؤهلات الدراسية ومختلف القطاعات ومختلف الدرجات الوظيفية. حنا طال عمرك انقطعت عننا علاوة بدل الطابع الهندسي المعروفة بعلاوة العيار، اللي الله يجزاه خير ويرحمه طلال العيار الوزير السابق بال 2002 مشاها حسب القانون مال ديوان الخدمة. تفاجأنا بأنه بتاريخ 1/10/2017 طلع كتاب من وزارة الكهرباء والماء بتوقيع الوكيل بوشهري إلى ديوان الخدمة المدنية بإيقاف هذه العلاوة. شنو سبب الوقف؟ ما احنا عارفين. والعلاوة هذه قيمتها من 80 دينار إلى 200 دينار، كلنا حسب درجته وكلنا حسب مؤهله وشهادته. زين انت شنو الحين الوزير الله يجزاه ألف خير خالد علي فاضل من أول يوم تعين هني، أنا قلت هذا الوزير استبشروا فيه خير، كتب كتاب بتاريخ 21/2/2019 ثاني أسبوع له من استلام الحقيبة الوزارية، ووجه لديوان الخدمة المدنية وإلى أحمد الجسار، مهندس أحمد الجسار بيرجع هذه العلاوة. لا جاء رد ولا جاء خطاب ولا أي شيء، الرد رد شفهي جاء مرفوضة. شنو السبب؟ زين أنت رفضتها، وقبل هالمرة رفضت النائية، وطلعوا زملائنا 1000 موظف هني بالوزارة مشيت لهم هناية، انقطعت شهرين مشيت لهم بثل رجعي. حنا مثل ما ردوا زملائي النائية راح إن شاء الله نرد العيال.